نبقى مع زميل محمد طاهر جبريل الحلوة هذه المرة بزيارة الأمين العام للإقليم لعدد من المخابز داخل مدينة أجئتيا بهدف التعرف على نوعية وجودة الخبز. أربعة مخابز بمدينة آتيا كانت الهدف من زيارة محافظ مقاطعة البطحة الغربية بصحبة عمدة المدينة مسؤولي النظافة بالبلدية ومسؤولي المندوبية الصحية بالبطحة. الهدف هو الوقوف على مدى احترام هذه المخابز للشروط الصحية والنظافة. البداية كانت من المخبز ذات الطابع الحديث ثم المخابز ذات الأفران الطبيعية الثلاثة، وفي كل محطة استمع المحافظ والوفد المرافق له إلى شرح مفصل من المسؤولين والفنيين حول مختلف مراحل صناعة الخبز والمعدات المستخدمة في ذلك. ومما تأسف له الوفد اكتشافه في أحد الأفران مادة الفورمول، حيث تستخدم بطريقة غير قانونية لزيادة حجم الخبز. لاحظنا في المبة وقلنا نزور المخابز القادات في المنطقة، البلانجيري الحديثة مشينا ولاحظنا كل شيء ما شاء الله، يعني وسط، يعني نقدر نقول نأبريسيه. لكن الأخرى دي لأن عندها شيء كثير ناقص من جهة النظافة، من جهة الصحة. شلنا أي شانتيون من أي واحد، شلنا قلنا نرسلوه ونكشفوه نشوفه إذا المخبز ده أديل، الخبز ده أديل ولا ما أديل. ونشير إلى أنه تم أخذ بعض العينات من الخبز لإرسالها إلى مركز مراقبة جودة المواد الغذائية بالعاصمة من أجل فحصها.